ويسعد لي وقعتكم جميعاً. اليوم بسوي معكم مثلثات السميد من ألذ الحلويات الشرقية صراحة في رمضان وغير رمضان، مرة لذيذ وطريقته جداً سهلة. ما يبغى إلا كوب سميد ناعم وكوب دقيق أبيض، ربع كوب زيت، ملعقة صغيرة اللي هي ملعقة الحلا بيكنج باودر، وملعقة أكل كبيرة بس ما تكون مليانة مرة خميرة، وملعقة كبيرة برضو سكر، وثلاث أرباع كوب حليب دافي. بس هذه هي كل مقادير العجينة. كالعادة في البداية نخلط الحليب الدافي مع الخميرة والسكر ونتركهم يتفاعلون. طبعا ليش احنا نسوي هذه الخطوة؟ كثير كنتم تسألون بالخاص، علشان نتأكد ان الخميرة شغالة معكم وفعالة، لان اذا ما تفاعلت معناته الخميرة ما هي كويسة والعجينة ما تنجح. فعشان ما تحوسين وتعجنين وضيعين وقت لازم تسوين هالخطوة. وبخلط المكونات الجافة مع بعض اللي هي البيكنج باودر والدقيق والسميد ونخلطهم بالعجانة، وبعدين راح نضيف لهم الزيت وخليط الحليب والخميرة. حطيتهم مع بعض، الحين بخلطهم. وهنا الدقيق حطيته بالعجانة، دقيق والسميد والبيكنج باودر. راح أضيف له الحين الزيت وبس أنتظر أن الحليب مع الخميرة يتفاعلون وأضيفه للعجينة. طبعا العجينة إذا حسيتوها لينة ممكن تزيدون شوي دقيق، حسيتوها ثقيلة تزيدونها شوي موية أو ممكن حليب. أبدأ أخلط شوي. خلاص لمت العجينة معي، ما تكون قاسية، تكون لينة ما تتلصق باليد. خلاص أبكورها وبأغطيها وبخليها تخمر في مكان دافي، وبعدين نبدأ نشكلها. شفتوا كيف السهولة؟ عجينة ولا أسهل ولذيذة فوق كذا. خلاص العجينة كذا عندي خمرات، راح أفردها وأبدأ أقطعها دوائر بالقطاع الدائرية أو أي شيء دائري عندك، ونشكلها على شكل مثلثات بهالقالب. هالقالب تلقونه في كل محلات الكماليات، متوفرة وبكثرة. طبعا تيجي مقاسات كبير وصغير، طبعا تاخذون اصغر مقاس، مو تاخذون اصغر مقاس، يعني هي تجيكم ثلاث مقاسات بس اللي احنا حنستخدمها في الوصفه المقاس الصغير، يمكن تبين لكم كبير بس هو ترى مره صغير. فردت العجينه وحاولت اني ارققها بس مو مره ترققونها عشان ما تتقطع معكم. قطعتها دوائر وحطيتها بالقالب وحشيتها جبنه كيري وبس. اخلص الكميه وارجع لكم. وهذه مثلثاتي وخلصت. تقدرون تفرزنونها، بس شلون طريقة الفرزنة؟ انكم تفرشونها زي ما انتم شايفين كذا بصينية ودخلونها الفريزر الين تجمد تماما، بعدين تنقلونها العلب، علبة او اكياس، بس حاولوا انكم بين كل طبقة وطبقة تحطون قطعة بلاستيك عشان ما تتلاصق برضو. وممكن تقلونها على طول مباشرة، بس حلو انه مثلا اذا عندك حطيتيها بفريزر جاك احد فجأة تفك زنقة وتفك أزمة، ولذيذة لذيذة لذيذة. نقول بسم الله ونبدأ نقلى مثلثات السميد. الزيت ما يكون حار مرة مرة عشان تصير مقرمشة معكم، وإذا حسيتوا الزيت حامي طفوا النار وبعدين شغلوه. وخلصت مثلثات السميد وحطيت عليها عسل، او اذا حبيتوا تحطون عليها شيره او دبس تمر اللي تحبون، بس مره لذيذه لا تفوتونها. وبالعافيه.